السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم مشاهدينا اليوم خميس نهاية أسبوع وبداية أسبوع ذبحناهم نحن مو مقررين الحين أنا ممكن أفهم كيف بالنسبة لك خميس هو نهاية هو بداية أسبوع جمعة تو كذا إجازة بداية صراحة. نهاية أسبوع الوحاية. بداية نهاية الأسبوع إذا نحن نهاية الأسبوع وبداية نهاية الأسبوع والله المخرج هو اللي بيقرر بعدين لا رحب بكم مشاهدينا بغض النظر شو تعريف الخميس عند عبد الله خلينا نشوف فقرات هذه الأمسية ولا نعود في حوار المساء نناقش خطوات رفع انتاجيه العمل. كيف نحصل على ابتسامه جميله دون ان نؤذي اسناننا. مشاهدنا مثل ما شفتوا هذه اهم العناوين، اما الان مع نشره الاخبار والزميل ايمن مصبح. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في نشرة الأخبار نقدمها من قناة الظفرة أهلا بكم شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس جلسة العصف الذهني التي نظمها مجلس شباب الداخلية تحت عنوان رهان زايد وذلك ضمن مبادرات وزارة الداخلية للاحتفاء بعام زايد في قلعة الجاهلي بمدينة العين واختار المنظمون قلعه الجاهلي لاستلهام روح المكان وعبق الاصاله والتراث العريق لدوله الامارات، حيث حرص القائد المؤسس المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال طيب الله ثراه على ابراز هذه القيم الاصيله في المجتمع الاماراتي وغرس الثقافه الصحيحه المستمده من اصاله وطيبه وعلاقه الشعب الاماراتي العربي الاصيل. وشارك سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في حلقات العصف الذهني التي توزعت بحسب محاور النقاش العامة وذلك بحضور قادة من الشرطة وخبراء ومختصين في المجالات الشرطية وتناول النقاش خلال جلسه العصف الذهني التي شارك فيها عدد من طلبات الجامعات والمؤسسات الاكاديميه من الشباب ومن الجنسين وطلبه من الكليات والاكاديميات الشرطيه بالدوله مواضيع في اربعه محاور رئيسه وهي شباب زايد وتمكين الشباب والسعاده والايجابيه والثقافه الامنيه كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور معالي الدكتور يوسف بن أحمد العتيميين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور علي بن موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية ومعالي محمد المر رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بهذه المناسبة في إمارة دبي. حضر الاحتفال مع الحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ولفيف من الفعاليات الثقافية والتربوية في الدولة. وفازت مبادرة "طفولة كنزي" لدار المقاصد للتأليف والطباعة والنشر بجائزة "أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر" وتسلم الجائزة "عدل شاتيلا" كما حصلت مبادره شبكه اللغه العربيه من اكاديميه الملكه رانيا لتدريب المعلمين على جائزه افضل مبادره للتعليم باللغه العربيه في التعليم المدرسي من الصف الاول الى الصف الثاني عشر وتسلمها المهندس هيف بنيان الرئيس التنفيذي للاكاديميه شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في فعاليات المؤتمر الدولي حوار برلين للتحول في سياسات الطاقة 2018 التي نظمتها الحكومة الالمانية الاتحادية وبالتعاون مع اتحاد الطاقة المتجددة على مدار يومين في وزارة الخارجية الالمانية. المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميلة رشا رمضان. شارك وفد من دولة الإمارات في المؤتمر الدولي حوار برلين للتحول في سياسات الطاقة 2018. ضم الوفد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة. كما شارك في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس وأقيم للعام الرابع على التوالي عدد كبير من وزراء الخارجية والطاقة والصناعة وصناع القرار. في قطاعات سياسه الطاقه والسياسه الخارجيه والصناعه والبحث العلمي وممثلي المجتمع المدني والخبراء واهم الشركات العامله في مجال الطاقه من اكثر من 90 دوله. طبعا حوار برلين احد المنصات الرئيسيه للتباحث حول التحولات في مجال الطاقه. وخصوصا تحول الدول نحو الطاقه المتجدده دوله الامارات تعتبر من الدول الرائده في هذا التحول حيث ان استراتيجيه الطاقه 2050 في دوله الامارات سوف تنقل الدوله من دوله تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبه تقريبا مقاربه ل100% الى دوله تعتمد على مصادر الطاقه المتجدده والنظيفه بنسبه يصل الى 50% بالمئة. من ناحيته قال معالي مهندس عويضه مرشد المرر ان مشاركه دائره الطاقه ابو ظبي في المؤتمر تاتي في اطار الاهتمام الخاص الذي توليه ابو ظبي للاستفاده من الطاقه المتجدده اليوم حوار برلين ركز بشكل كبير على الطاقه المتجدده ومدى استخدامها في توليد الطاقه سواء كان محليا او دوليا حضورنا اليوم هو صراحه مشاركه ب ما توصلت اليه ابو من باع في الطاقه المتجدده وكذلك مشاركه الافكار والتطلع على ما هو جديد في في هذا المجال شفنا كيف التوجه بتقليل الانبعاثات الكربونيه في هذا المجال وهو الدافع الرئيسي الى وجود طاقه متجدده كذلك السعي لتخفيض تكلفه الانتاج بشكل عام واستدامته بشكل خاص. وأكد معالي المرر أن دائرة الطاقة أبو ظبي تعمل حاليا على وضع خريطة طريق للطاقة وإيجاد أفضل مزيج من مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء بأقل التكاليف وتحديد مصادر آمنة ومستدامة في نفس الوقت ويعتبر المؤتمر وجهة لتبادل الأفكار والتطلع لأحدث التطورات في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية والسعي لتخفيض تكلفة الإنتاج بوجه عام واستدامته بشكل خاص شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية محاضرة السعادة والطاقة الإيجابية التي نظمتها الوزارة في ديوانها بدبي بحضور سعادة المهندس حسن محمد جمع المنصوري وكيل الوزارة وسعادة الوكلاء المساعدين والموظفين وتطرق المحاضرين الدكتور عبد اللطيف العزعزي والمهندس فتحيه هلال مدير مكتب الوزاره في منطقه الظفره خلال ورشه العمل الى مفهوم السعاده والطاقه الايجابيه والعلاقه بينهما والتاثير والتفاعل بالاضافه الى مصادر الطاقه الايجابيه وتاثير الانفعالات السلبيه والايجابيه على الانسان فضلا عن دور الموظف واثره في تحقيق السعاده والطاقه الايجابيه في بيئه العمل قام معالي ثاني بن احمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئه والوفد المرافق له بزياره لمقر القياده العامه لشرطه دبي، وكان في استقبال معاليه سعاده اللواء عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطه دبي بحضور اللواء الاستاذ الدكتور محمد احمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الاكاديميه والتدريب، واللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والتجهيزات، وعدد من مديري الادارات العامه في القياده العامه لشرطه دبي. وفي مستهل الزياره دشن معالي وزير التغير المناخي والبيئه وسعاده القائد العام لشرطه دبي خارطه التنميه المستدامه لشرطه دبي 2030 التي تم اعدادها استنادا الى رؤيه الامارات 2021 وخطه دبي 2021 ومئويه الامارات عشرين وتهدف الى تكريس رؤيه جهاز امني شرطي مستدام في المجالات الاجتماعيه لضمان حقوق الانسان جميعها ولخلق بيئه عمل مثاليه ومحفزه لموظفي شرطه دبي وصولا الى مجتمع السعاده في دبي اطلعت لجنه الشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخرا في مقر المجلس بابو ظبي برئاسه سعاده الدكتور سعيد عبد الله المطوع رئيس اللجنه على عدد من الشكاوى المقدمه للمجلس ازاء عده جهات اتحاديه واتخذت بشانها القرارات المناسبه. حضر الاجتماع اعضاء اللجنه سعاده كل من سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنه ومحمد علي الكتبي وسعيد خلفان الكعبي وعبيد حسن بن ركاض. ناقش مجلس اداره دار زايد للرعايه الاسريه في اجتماعه الدوري برئاسه سعاده سيف احمد المهيري خطط ومشاريع الدار الخاصه بالاطفال المشمولين بالرعايه، وسبل تعزيز الهويه الوطنيه والمواطنه الصالحه لدى فئه فاقدي الرعايه الاسريه، وتضمن الاجتماع الذي عقد في ديوان ولي العهد بابو ظبي وحضره كل من اعضاء مجلس الاداره. سعادة مبارك سعيد الشامسي، وسعادة حمد بن نخيرات العامري، وسعادة فهد مطر بن مساعد النيادي، وسعادة نبيل الظاهري مدير دار زايد للرعاية الأسرية مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة. كما اعتمد المجلس الخطة التربوية الخاصة بتمكين مانحي الرعاية وفق الخطة التدريبية الخاصة بالعام 2018. كشفت شرطه دبي ملابسات مقتل امراه افريقيه في شقتها وضبطت القاتل في اقل من 24 ساعه مؤكده ان الجريمه تمت بدافع السرقه وبسبب خلافات ماليه وثمن اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي توجيهات سعاده القائد العام لشرطه دبي ومتابعته المباشره لاي قضايا قد تشكل قلقا امنيا مشيرا الى ان رجال البحث الجنائي يعملون بجد على مدار الساعة لكي يكافحوا الجريمة ويلقي القبض على كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والأمان في هذا البلد المعطاء وأشاد اللواء المنصور بجاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية في التعامل مع جميع القضايا بحرفية وسرعة عالية وذلك بعد تمكنها في أقل وفي غضون من أقل من 24 ساعة من كشف هوية الجاني وإلقاء القبض عليه أعلنت بلدية دبي انتهاء موسم التخييم الشتوي بمنطقة العوير الأولى في 30 من إبريل الجاري وناشدت جميع أصحاب المخيمات الشتوية المؤقتة بإزالتها بحد أقصى من السابع من مايو القادم وطالبت المهندسه ليالي عبد الرحمن الملا مديره اداره المباني ببلديه دبي اصحاب المخيمات مراجعه مكتب استصدار التصاريح بمنطقه المخيمات وذلك لاسترجاع قيمه التامين موضحه ان الاداره اصدرت 250 تصريحا للمخيمات الشتويه المؤقته في منطقه العوير الاولى نهايه هذا الموسم وذلك بعد استيفائها للاشتراطات الامنيه والبنائيه الخاصه باصدار التصاريح. احتفلت دائرة السياحة والأثار بأم القيوين اليوم بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أم القيوين بيوم التراث العالمي الذي يصادف الثامن عشر من إبريل من كل عام اشتمل الحفل الذي أقيم في متحف أم القيوين على العديد من الفعاليات والعروض التراثية الشعبية هذا بالإضافة إلى العروض الفلكلورية لفرق من بعض الدول العربية والفلكلور الصيني وفي هذا الصدد اكدت علياء الغفلي مدير عام السياحه والاثار بام القيوين حرص الدائره على احياء يوم التراث العالمي وانجاح هذه التظاهره العالميه التي تاتي تجسيدا لاهميه دور التراث الكبير في مسيره تنميه الشعوب بالاضافه الى حرصنا على تثقيف وتوعيه المجتمع باهميه دور التراث في حياتنا والمحافظه عليه باعتباره الارث الذي تركه الاجداد للاحفاد وترسيخه في ذاكره الاجيال واقيمت ايضا في ام القيوين بيوم التراث العالمي تحت شعار تراثنا هويتنا زايد قدوتنا من خلال اقامه معرض تراثي تضمن عده اقسام مثلت التراث الاماراتي بالاضافه الى معرض التراث الشرطي والذي اشتمل على المقتنيات القديمه لوزاره الداخليه هذا بالاضافه الى العملات النقديه والمسكوكات القديمه نجحت قوافل زايد الخير في علاج ما يزيد عن 30 ألف من اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكس بازار في بنجلاديش في مستشفى زايد الإنساني الميداني التطوعي منذ افتتاحها في سبتمبر الماضي بإشراف فريق طبي تخصصي تطوعي من أطباء الإمارات وبنغلاديش وذلك في إطار حملة زايد الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء وتزامنا مع عام زايد وياتي ذلك باشراف برنامج الامارات للتطوع المجتمعي والتخصصي في نموذج مميز للشراكه في مجالات العمل الانساني للتخفيف من معاناه الفئات المعوزه بغض النظر عن اللون او الجنس او العرق او الديانه. والان مشاهدينا الى الشان الاقتصادي لنتابع اغلاقات اسواق المال الاماراتيه في ختام تعاملات اسهم شركاتها المدرجه في نهايه هذا الاسبوع. سجلت محطات الشبكه الوطنيه لرصد الزلازل التابعه للمركز الوطني للارصاد الجويه والزلازل زلزالا بقوه خمسه فارس سبعه درجه على مقياس ريختر جنوب غرب مدينه شيراز الايرانيه وذكر المركز في بيان له اليوم أن الزلزال وقع صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربعة وثلاثين دقيقة حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات وعلى بعد خمسمائة وخمسين كيلو مترا من مدينة أبو ظبي وأضاف المركز أن بعض سكان الدولة شعروا بالزلزال بشدة اثنين إلى ثلاثة على مقياس ميركالي مؤكدا عدم وجود أي تأثير على الدولة والآن مشاهدينا نطالع درجات الحرارة المتوقعة في مدن دولة الإمارات ليوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى والى هنا مشاهدينا نصل لختام نشرة الاخبار نشكركم على كرم الاصغاء ونتمنى لكم طيب المتابعه مع بقيه فقرات برنامج مساء الامارات مع الزملاء خديجه وعبدالله علي لكم مني اجمل التحيات في امان الله حياكم الله موظفينا في حوار المساء كل موظف يسعى إلى التقدم في وظيفته وكل رب عمل أيضا أو مدير يرغب في موظفيه أن يكونوا منتجين في أعمالهم ولكن مع تسارع الحياة تزايد همومها وتقدمها التقني السريع يشتكي البعض من عدم القدرة على الإنتاجية وبالتالي يبقى في مكانه وأيضا تضعف الإنتاجية لديه وتقل رغبته في الاستمرار في العمل فهل هناك ارتباط بين الإنتاجية والحياة اللي نعيشها بضغوطها وكيف نصبح أشخاص منتجين في أعمالنا بنناقش هذا الموضوع إن شاء الله مع الخبير في إدارة الحياة والأعمال الأستاذ سعيد راشد الحبسي حياك الله يسلمك مساء الخير استاذ الله يمسيكم بالنور سو الله يعطيكم العافيه وشكرا للاستضافه الله يحفظك شكرا <سؤال> لك <سؤال> لحضورك الله يسلمكم استاذ سعيد طبعا الحديث بقيه بنتكلم عن الكميه والنوعيه وتاثيرهما على الانتاج خاصه في الحياه وفي العمل ولكن بعد هذا التقرير مع المشاهدين والا نعود للحوار <سؤال> الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده، ولا يستطيع البقاء في عزلة عن الناس ووحيداً منقطعاً عنهم. فالناس تتكافل جهودهم فيما بينهم، وتتعاون سواعدهم، وتتحقق بوجودهم المجتمعات والدول، وتتقدم الأمم. ولتحقيق الوجود في المجتمع يجب أن تثبت ذاتك، وتحقيق الذات يكون بمعرفة ما لديك من إمكانيات ومهارات وطاقات والعمل على تفعيلها بشكل صحيح. فعندما تثق في نفسك اولا وتحقق الذات وتطلق قواك الخفيه فانك عندها تنطلق من الداخل الى الخارج وبقوه وستكون عنصرا فاعلا منتجا في مجتمعك بدون ادنى شك. مجموعه من الخطوات تساعدنا على ان نكون اشخاصا منتجين وفاعلين في المجتمع لعل اهمها واولها الثقه بالنفس. وتنميه القدرات واكتشاف الذات اضافه للتفاعل مع عناصر المجتمع والتعاون معهم والاشتراك في الاعمال التطوعيه والخيريه والالتفاف حول اناس ناجحين مميزين فالبشر يتاثرون بغيرهم وترك بصمه واضحه في المجتمع عبر النجاح المهني او في اي مجال كان الشخص فيه اضافه لغرس قيم العطاء والنجاح والتفاعل في نفوس الابناء فهم امتداد للاهل والغد الذي سيقوم عليه المجتمع استاذ سعيد طبعا شفنا هذا التقرير واعود لمقدمه التقرير واللي هو سؤالي، الكميه والنوعيه لاي نوع عمل ياثر على انتاجيه هذا العمل ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مساله الانتاجيه مرتبطه جدا في عدد الساعات اللي انت تقضيها، بالاضافه الى حبك انت وانتماءك انت لهذه الوظيفه، يعني في بعض الناس يبدون حياتهم بوظيفه ممكن ما يحبونها، لكن على المثل السائد انك أحب الوظيفة اللي أنت تعمل فيها إلى أن تلقى الوظيفة اللي أنت تحبها فهذه قاعدة مهمة جدا في مسألة النوعية يعني بناء على هذا النوعية جدا مرتبطة بما تحب اما الكميه مرتبطه بالتزامك انت في عدد ساعات العمل <applause> جميل طيب نحن حقيقه يعني نقول نحن الاحصاءات يمكن عندك احصاءات موجوده اللي هي ثمان ساعات عمل لابد ان هي هذه اللي تكون الشخص يقدر فعلا انه ينتج فيها وثمان ساعات عمل ايضا متضمنه يمكن ساعه منها ساعه راحه بين تكون في في الوسط ولكن الحقيقه يعني مؤخرا ظهرت ايضا احد الدراسات تقول انه ست ساعات عمل تكفي لانه يكون في انتاجيه جيده ما دون ذلك انه الشخص ما ينتج هنا نحن لو بالرد. تسارع وتيرة الحياة خصوصا نحن يوم نتكلم عن مجتمع مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة تحولنا رقمنا وأتمتة وذكاء اصطناعي إذا هذا لابد أن يوفر وقت للموظفين نعم. لكن حقيقه نرى الناس يشتغلون فوق الثمانيه أو و10 و12 أو ساعه نعم. فهن هل هذه الساعات ستقدم انتاجيه مثل ما هو مطلوب من الدوله؟ آه طبعا آه نرجع نقول مثلا طبيعه الوظيفه نفسها احيانا تفرض عليك انك تبقى في هذا العدد من الساعات يعني مثلا مؤسسات الخدميه وكذا وبعض الناس لا زال لا يتجه ل... للبرامج الابس وكذا وال... كي يقدم الاشياء اللي هو آ... يريد الحصول عليها مثلا فيو... ما يستخدم التكنولوجيا يعني ما يستخدم عمتة. التكنولوجيا فهنا حضور الموظف مطلب صار فهنا نسبه وتناسب يعني فاحنا ما نقدر نفرض بالكليه وما نقدر نستثني في خصوصا يمكن في المجال الصحي الاطباء يعني الطبيب مقصد. لا يستطيع ان صحيح. أنه يلتزم يلتزم بعمله وعندهم في بعض الاطباء 24 ساعه وفي 32 ساعه يداومون و48 ساعه ف صحيح ماذا عن هؤلاء الناس؟ هذا الشيء يسووه مساكين مهنة الطب حقيقة يعني تعتبر من المهن الفاضلة نعم. ومن المهن اللي فعلا تتطلب منك أنت نسبة عطاء كبيرة واهتمام كبير بالمرضى آه فهذه المسألة هنا ترجع لك أنت كشخص أنت لا. وين آه يناسبك وأنت وين تجد نفسك؟ سواء اليوم اكتشفت هالشيء او غدا يعني. جميل. يعني. زين استاذ سعيد انا برجع مره ثانيه لربط حبيت وايد هذا التعليق اللي هو الشغف او الحب. نعم. ان تحب العمل فاعتقد هني تسقط كل الاقنعه بمعنى ان اذا انت حبيت شغلك لو اشتغلت 20 ساعه ما راح تشعر لان المتعه في التعب لانك م. انت تحبه، مثل مهنه نعم. الابداع فنان، كاتب، رسام مثلا، يعني في مرات الالهام اللي اللي يغذي هذا الابداع يمكن ما يجيني في ثلاثة ايام شغل صح. يمكن يجيني في ثانيه، فهني عدد الساعات لا قيمه لها، لان هذا الشيء ابداعي، مم. فالانتاجيه مع الابداع شو العلاقه بينهم حسب رايك؟ آه طبعا مساله آه الابداع يعني الانسان يبدع كلما مثل ما تقول حصل على الحريه يعني فالحريه دوم متعلقه بالابداع ما نقدر نقول ان الانسان ممكن يبدع اذا انت ربطته في امور كثيره نظاميه جميل فمساله الابداع وايد ترتبط بالحريه نعم لذلك ف... فعلا نحن نجد المبدعين هم اشخاص عندهم القدره على تخطي يشتغلون خارج الصندوق هناك وهناك ناس انهم يشتغلون بناء على النظم والمتعارف يختلف يختلف لان في طبعا حسب اللي هو المقياس يسمونه مقياس هيرمان يحدد لك بالضبط انت وين من الناس يعني فعاده يكون الناس قويين في احد هذه الاطراف او عاده اثنين نعم يكون في ناس اللي هم التحليليين شوفه عنده شغف بالارقام ويقدر يحفظ بسرعه هالاشياء يرد عليك سبب ونتيجه انزين نعم يكون ايضا عندك الناس اللي هم المنظمين يعني هذا انسان منظم يقدر يسوي لك سيستم كامل صحيح آه يقدر يرتب لك الاشياء بطريقه آه منظمه يعني انا تواجدت مع اناس ما شاء الله يعني مثلا يكون موجود في المكان وانتم تتكلمون هو يرتب الكوب يرتب ال نعم ديناميكي هذه هذا آه هو ديناميكي آه في عندكم الناس الخدميين وفي الناس اللي يحب يقدم الخدمه وفي الناس الابداعيين يعني اكيد اللي هو ما يحب القوانين هذه يعني حتى فحتى القوانين صعب انها تحكمه يعني هذا قصدك بالحريه؟ يعني حبك اكثر توضح لي شو معنى الحريه، حريه اختيار العمل، حريه اختيار الاشخاص اللي اشتغل معاهم لانهم ياثرون ام حريه نوع العمل شو بالضبط شو هي الحريه اللي تقصدها؟ اه اذا احنا نتكلم عن انتاجيه الابداع انتاجيه نعم الابداع نعم اه اذا كنا نتكلم عن انتاجيه الابداع فالاربع اشخاص هاي او الاربع اصناف هاي كلهم عندهم امكانيه الابداع نعم آه لكن طبيعه الابداع راح تكون مختلفه يعني هذا راح يبدع في آه الانظمه الاخر راح يطور في الخدمه لكن واحد راح يبدل كل شيء اللي هو المبدع هذا ما يخلي الاشياء نفس ما هي فهو يبدل كل شيء وما يحافظ على الشكل لها نعم اما الاخر واللي هو الاول يعني التحليلي فهذا ينتبه للمواضيع الهدف ويقل عنده مساله الاهتمام بالابداع اكثر من التنظيمي التنفيذي أه في في موظف تنفيذي وفي موظف انه عنده القدره على إداري أكثر الاداره إدارة <applause> والتشكيل بشكل عام نعم أه انت عندك ما شاء الله خبره كبيره في مجال اللايف كوتشنج نعم نربطها شوي يمكن مع امثله من ان هذا العمل جدا مهم الان بالتاثير على العمليه الانتاجيه عند الموظفين وتقصير الوقت يعني احنا الفتره الزمنيه تصبح ضيقه ولكن انتاجيتها اكبر أه طبعا في دراسه في جوجل حديثه وجدوها غريبه شوي ان يعني رجع عوده على موضوع الكوتشنج يعني نعم ان القاده اللي عندهم مهاره الكوتشنج عندهم آآ اكثر آآ يعني انتاجيه في موظفيهم اكثر انتاجيه جميل فلما يكون القائد او الشخص اللي معك فيه عنده الهام معين ويوفر بيئه في المكان هنا تكون احيانا عدد ساعات العمل مش بالمشكله الكبيره فهذه بعد استثناء نحتاج يعني ان ننتبه له ايضا مساله ان عدد ساعات العمل لما يأتي انت للعمل في التزام انت تقوم فيه فعليا وجد ان عدد ساعات العمل لما تقل يزيد من الانتاجيه يعني في يكون مرتاح الشخص يكون الشخص خلاص يقول <applause> هذا اللي علي وانا بخلصه وبطلع وهذا وجد يعني زين استاذ سعيد نحن دائما مدارسنا اه. دواماتنا جامعاتنا الصبح دوامات حتى المهنيه الصبح اه. يوم يكون عندنا امتحانات يقول لك خلاص ارقد والصبح يكون تركيزك اكثر تراجع مره اخرى في استيعابك يكون اسرع لها علاقه موضوع الانتاجيه عفوا بالعمل الصباحي ام المسائي؟ طبعا مسألة نام بكير واصحى بكير شوف الصحة كيف تصير شوف الصحة كيف تصير هاي موجودة ما نقدر نتناساها أو ننكرها ومهمة جدا لكن اللي حصل بعد ما اخترع أديسون المصباح بدأ يخلي اليوم أطول نعم بدون لا ننتبه والإضاءة هذه الكشافات الإضاءة المباشرة هاي تأثر على الساعة البيولوجية للإنسان صحيح ففعليا يكون عنده مساحة مثل ما تقولوا أه أه يعني خلق نوع من خلينا نسميه فصيله من الناس ما كانت موجوده قبل اللي هم الناس اللي يقدروا يشتغلوا في الساعات المسائيه المسائيه يعني مو محدد بالضبط يعني متى ظهروا لكن فعليا في ادباء في كتاب قدامى يعني يذكر ابن النفيس ان كان فقيه وكان طبيب ويعني وجد له فهرس ان كتبه تاتي في 300 مجلد ما شاء الله فوين وجدها الوقت؟ وين هذا؟ فكان طبعا اللي هو على ضوء السراج او نعم على ضوء الشمع يعني هذه ف... الا من رحمه الله لا علينا آه البركه <applause> سبحان الله سبحان عليه الله عليه. وهو الرسول آه يعني اوصى وحتى يعني ذكر بانه صح الله يبارك في في المبكرين اللي هي وقت الفير والفترة الفتره الصباحيه يكون الانتاجيه فيها مختلفه والفعلا انت مثل ما قلت الانسان الجسم يحتاج بعد الساعه 10 يعني من 10 او من الساعه 8 بعد صلاه العشاء لين الفير هاي افضل فتره ان الواحد يقدر ينام فيها ويستفيد جسمه بشكل كبير ولكن اديسون يعطيه العافيه <تصحيح تصفيق> <تص خل خلنا <تص> <تص> اللي يحب <تص> يرقد الصبح قام يشتغل يشتغل بالليل في كنت انت ذكرت يمكن في احد المرات حاله من اللايف كوتشنج اللي هي كانت 20 دقيقه للاعب تنس مشهور جدا أه يا ريت تذكرها ان 20 دقيقه بدل حياه امراه طبعا هذا في مجال الكوتشنج نتكلم السير جون ويتمور طبعا سوى الكوتشنج الحديث طبعا الكوتشنج الحديث هذا اللي هو موجود حاليا يعني يمارس في المؤسسات مبني على ثلاث اشياء طبعا الرياضه واخذ من تيموثي جالوي اللي هو الشخص اللي نتحدث عنه الان مم. ولا زال على قيد الحياه ايضا روجر اللي هو في علم النفس واحد اعمده الاداره فدمج بين ثلاث اشخاص جميل. في مفهوم جديد وسماه الكوتشنج الحديثه تيموثي جالوي هذا شو اللي سواه والهم المدرسه الحديثه في الكوتشنج هذا الانسان كان لامع الصيت في التنس وكان يحقق بطولات يعني كبيره ومن اشهر الناس في في هذه الرياضه تحدى في احد القنوات يعني الفضائيه المشهوره المهتمه في هذا المجال انه يقدر يدرب واحد في عشرين دقيقه أه على لعبة التنس فطبعا هذا التحدي كان شوي صعب, صعب إنجازة يعني, يعني مثلا اللي يلعب تنس يعرف أنه مثلا لما أتعلم الإرسال ولما أتعلم الاستقبال هذا موضوع ثاني صحيح يعني ففعلا صح أنه قام بالعمل وسوى التجربة خلال 20 دقيقة في بعض الأشياء اللي طبقها تيموثي قلوي فعلا حقق هذا الشيء وفعلا أنه خلال ال 20 دقيقة كانت مرأة في الأربعين من العمر ما مارست الرياضة عشرين سنة فتعامل مع الموضوع بطريقة خلابة وطريقة جميلة جدا، أنا أشير للموضوع أنه هو تعامل مع الساعة الداخلية لها لهذه المرأة وخلاها اه تملك إيقاع جميل إيقاع اللعبة جميل اشتغل على الرغبة بعد يمكن كان في أكيد الأساس الرغبة الرغبة كانت هي عندها نقص تقدير ذاتي على فكرة موجود على اليوتيوب الموضوع اه تقدروا تشوفونه يعني هي رغبه وما كان عندها تقدير للذات 20 سنه بدون رياضه وما كانت مهتمه بنفسها لكن سبحان الله أنه بعد ما وضعها فان ممكن وكذا خلاها تملك الايقاع وقال لا تسمعي كلامي نعم انت اول ما تسمع كلام رياضي هو يطبقه بطريقه مختلفه صحيح لانه انسان رياضي انت رديها بدون لا تفكري فكانت نعم هذه القاعده الاهم في موضوع هذا والف نعم بعدين كتابه اسمه ذا انر جيم اوف مرات احس مشكلتنا في الحياه هي اننا لا نعرف ماذا نريد او ماذا نملك فممكن يعني مرات هنت صغير او شغله تخليك تعرف انت شو تسوى او شو عندك او تقدير الذات على طاري تقدير الذات <applause> استاذ اذا اتفقنا على العوامل كلها اللي تكلمنا عنها متوفره <applause> حبي للعمل ساعات العمل انها جيده ما ترهقني وايد اوقات العمل مناسبه لي صحيا وللساعه البيولوجيه للجسم هل من عوامل اخرى تؤثر على انتاجيه العمل ان كان بشكل ايجابي او حتى سلبي احنا طبعا لما تكلمنا عن مقياس ما هو يحدد فعليا نمطك انت كشخص فمثلا ممكن يكون الشخص في مؤسسه يعني صناعيه والمؤسسات الصناعيه عاده تكون نظاميه يعني فاكثر شيء يكون للشخص الافضل لها او نسبه الافراد المناسبين لها اعلى في مساله التنظيميين هاي لانه نعم لازم يمشي على الساعه يعني هذه يفتح الفالف هذا او المضخه هذه ويشغل هذه فيكون عندنا نمطيه معينه تخدمه الابداعيين يقدروا يعطوك الحلول بس هنا ممكن نحتاجهم مساحات اخرى ومختلفه يعني فهنا يستوي خلاف مع الاداره ان هذا الشخص مبدع انت كيف تسمع كلامه وكيف تطبق هذا فهنا يعني فعلا الفرد يناسب المؤسسه او ما تناسبه احيانا هذا يكتشفه مع الوقت بس هو لابد ان يعمل في مجالات يعني تكسب الخبره انه يكتشف نفسه اكثر نعم قليل من الناس اللي يحصل فرصه انه يكتشف نفسه من البدايه يعني. اكيد طبعا لكن في ايضا يبقى دائما الرد على بعض الموظفين من المدراء ان احب ما تعمل عرفت كيف حتى تعمل ما تحب نعم. وبين أيضا من يضطر إلى طبعا العمل بغير مجاله وبغير اختصاصه مثل ما ذكرت أنت اللي يحبه نعم. ولكن في نفس الوقت يعني يجد له مكان جديد ويجد عنده قدرات في عملية الإتقان لهذا العمل بشكل غريب فهذه أي فئة من الناس اللي تقصد أنت الشخص اللي يكتشف عمله بعدين <applause> يعني في مجال ما يحبه ولكن حب العمل واشتغل فيه حتى ينتج فهو عنده يعني عندها القدره يعني الشخص اذا ما وضع في عمل لابد ان ينجز عمله ولكن مع محاولته لحب العمل وجد نفسه في مكان مختلف واصبح هذا مجاله. هذه حقيقه يعني سبحان الله بعض الافراد يعني ممكن يكون عنده اهتمام بالرسم ويكون رسام مبدع لكن طبعا البيئه من حوله ما تمنحه الفرصه انه يكون رسام مع الوقت يشتغل في نظام مؤسسه معينه او كذا و ويكون على اطلاع باشياء ثانيه ومع الوقت يكتشف انه يصلح للاخراج. جميل. <applause> يعني صار مخرج وهو كان بعيد كل البعد عن موضوع الاخراج. سبحان الله. فهذه مساله ساعات انت ممكن تحتاج انك تكتسب بعض المهارات مع الوقت ان رب العالمين كاتبها لك. هذا سعي نعم الى الى ان تصل الى سبحان الله سبحان الله. طيب يعني استاذ طبعا السعاده في عرفها بعض الخبراء او الاشخاص عن دراسات يوم تسالهم ما هي السعاده على طول يقول لك ان تكون سعيد في عملك هي اولها <applause> ان تكون سعيد في عملك انك انت تحب <applause> هذا العمل وعندك شغف لهذا العمل الدنيا مش ورديه يعني مش الكل يشتغل في الاشياء اللي يحبها هل في ثيرابي معينه انت كلايف كوتشنج هل في ثيرابي معينه او طريقه معينه او تكنيك معين اقدر اني احبب نفسي انا في هذا العمل اعطي فرصه يمكن انا مو شايفه الامور من زوايا او من زاويه ايجابيه فهل ممكن العمل على حب العمل اي بالضبط مثل ما قلتي هنا. طريقه نظرتنا للامور <applause> مهمه لذلك اول شيء انت تسويه انك تسمع الاخرين مشاكلهم في العمل مشاكلهم في هذا تكتشف مباشرة أنك أنت محظوظ يعني أن إحنا فعلا محظوظين أن نعمل في وظيفة مماثلة أه نقطة ثانية أيضا أن ممكن لازم تكتشف السبب اللي خلاك أنت ييك الفتور عن الوظيفة م. ممكن الروتين ممكن ال التهيئة أه النفسية تلعب دور اني انا ما كنت اتخيل نفسي في هذا العمل فيسوي بلوك تجاه هذا العمل هذا موجود وانا لاحظته في الاعلام يعني يكون الواحد يعني؟, يعني يحب التصوير يحب الاخراج ويحب هذا يا اكتشف ان عدد ساعات العمل عندهم طويله والتصوير يتم فتره طويله فهذا ما كان حاسب انه هو بس شايف المتعه في الموضوع هذا ما يحب العمل صدقني عن تجربه <applause> لا, لا فعلا لانه هو نعم متعب خاصه التصوير الدرامي ولكنه ممتع بي بقوه فهو ما يحبه صحيح. أكيد هو شايف الجماليه أه فقط دون تعب لا لا تعود على يمكن وضع كل شخص يختلف عن الاخر يعني هناك من يجد نفسه بين العائلة أيضا وهناك من يهتم دائما كثير بأهله مثلا وعياله ويجد أنه لابد أن أكون متواجد في المنزل كما أنا متواجد في العمل فإذا ترتيب أولويات يرتب الأولويات فيشعر بأن هذا طول الوقت يمكن هو مؤثر سلبي على حياة أخرى هو لابد أن يراعيها طيب طرق تحفيز الإنتاجية هذه بنهني فيها للعمل والتي لا تندرج ضمن طائلة الماديات أه طبعا مسألة تحفيز أن الإنسان طبعا يكون يعني طبيعته هو اصلا كشخص هو منو من الناس ففي طبعا يذكر ان استراتيجيه يسمون استراتيجيه ماكليلاند او نظريه ماكليلاند اللي هي تتكلم عن ان الناس ثلاث انماط في الحافز فمنهم من يحب العلاقات ومنهم من يحب الانجاز ومنهم من يحب يحب السلطه فتواجد هاي الثلاثه في العمل يخلق تكامل في المؤسسه طبعا تلاحظ مثلاً يعني نابليون كان في شدة العطاء وشدة يعني يقال أنه يعرف أول ألف جندي من جنوده يعني فلكن هو محب للسلطة، فتستغرب أن هذه الإزدواجية لكن فعلًا هو راح يكون نظيف الذهن إذا حصل المكان اللي يعطيه السلطة، محب الإنجاز إذا حصل المكان اللي يعطيه الإنجاز والعمل في ناس ما يحبوا يجلسوا دون شغل، يشتغل. في ناس لا لا انا احتاج العلاقات يعني فهذه شغله مهمه جدا في الموضوع واضيف ايضا ح... انا حابب اغويكم رسمه عندي هي نبغي انا نشوفها في رسمه هذه رسمة اعتبرها مهمه بس بنشوف الكاميرا اي كاميرا هي بس شوفها بس خليها تشي هم خليها ثابته كذي طبعا الرسمه هذه تحدد الاشياء اللي انت تحتاجها مشان تسوي حياه متوازنه جميل بنسبه بنسب نعم فالعجله ما بتدور الا لما تكون العجله مستويه. نعم. فممكن انت تقول مثلا هذا شخص متبتل الى الله، مصلي، طبعا الايمانيات موجوده. نعم. لكن مقصر مع اهله وكذا فراح تكون عنده مشكله في الحياه. نعم. فالعجله ما راح تدور الا لما يكون في توازن في الحياه. تكامل صحيح. آه طبعا اول شيء نبدا فيه آه لو نشوف انتاج السلف الصالح وكذا، ان عندهم مستوى الايمانيات كبير. زي حتى يذكر لاحد احدهم ان احد العابدين يعني عزم واحد قال تفضل انت اللي تصلي فقال انا بصلي فيكم هالصلاه بس ما اصلي الصلاه اللي بعدها فقال له انت عندك امل انك تصلي الصلاه, الصلاة اللي, اللي, اللي بعدها نعم. فشوف تركيزهم على اللحظه نعم. على الايمانيات على الانتاج اقوى أه حقيقه من يعني كثير من المشاهد حاليا نعم. فننتقل للي بعدها انا شوفها بس الرسمه هنا طبعا الايمانيات بعدين الصحه نعم. يعني لو كانت الصحه ممتازه الايمانيات طبعا الدعاء، الصلاة، الزكاة، الصدقة، عندك بعد الصحة معروفة <applause> مفهوم الصحة مضبوط آه الاهتمامات الخاصة فيك أنت مرتاح شخصياً تؤدي اللي عليك هاي بالترتيب ترى أكيد راح يكون عطائك مع, مع الأسرة جميل جميل أكيد راح يكون عطائك مع الآخرين جميل راح يكون بعد عطائك في العمل وايضا جميل فهذه الاشياء اللي هي هذا وطبعا انت راح تبدل العجله مع الوقت العجله تتغير مع الوقت وتتغير بعد مع اولوياتك انت الشخصيه يعني يعطيك العافيه الله يسلم <applause> <applause> انا ممكن احتفظ بهذه الورقه اكيد, <applause> أكيد موجوده عشان صارت على, على الشاشه مباشره صارت <applause> لا اباها انا بسوي <applause> تحليل نفسي كم نسبه كل وحده فيهم وين ممكن الشخص هو ايفالويت نفسه لازم هو يسوي ايفالويشن ممكن صح <سؤال> لازم لازم لان لازم. فعليا احنا يعني هاي في بعض الناس يخلونها بورد فيجن خاصه فيهم يعني يحطيها قدام الصبح <سؤال> آه. ويشوف نفسه انا وين بعطي اليوم؟ <سؤال> انا وين بقدم اليوم؟ فيقول اوه نسيت اني اروح للجيران اليوم مثلاً. بس انت <سؤال> عندك غنى نفسي يعني خلينا نقول الصبح قريت قران وكذا، مم. عندك هاي الطاقة تقدر تروح تعطي جميل انا باخذها منك وبسوي 1000 كوبي <applause> عشان <عم> كل يوم <applause> والله كل يوم اراجع نفسي عملية <applause> التقييم أكيد مهمة، نحن نشكرك آه آه كل الشكر سعيد طبعا راشد الحبسي على تواجدك معنا اليوم، نتمنى إن شاء الله يعني دائما في دولة الإمارات نجد شباب قادرين على العطاء وقادرين على توجيه شباب يعني دفه نحن محتاجينها، شكرا لك. آمين الله يسمع منكم إن شاء الله، وشكرا للاستضافة يعطيك العافية. مشاهدينا كل الشكر للخبير في إدارة الحياة والأعمال الأستاذ سعيد راشد الحبسي فاصل قصير ورادني مشاهدينا رجعنا لكم ونرحبكم من جديد في بداية هذه الفقرة من مساء الإمارات السوشيال ميديا واليوم شو تقول السوشيال ميديا يا ترى؟ نتكلم عن سبب وضع غطاء على صمام ضغط اطار السيارات اليكم الاجابه هذه المعلومة المفيدة يتم تزويد إطارات السيارة عن طريق صمام الإطارات بغطاء ليش؟ لأن الصمام يتعرض للتلف نتيجة تعرضه للأتربة والغبار وهو ما يؤدي لتسريب الهواء مما يقلل الضغط داخل الإطارات ويؤدي لإنفجارها أو حتى تلفها لذلك يوصي الخبراء بوضع الأغطية الصغيرة التي تغطي صمام ضغط الإطار وهي في الواقع أغطية واقية من الأتربة تحمي الصمام من دخول ذرات الغبار التي تسبب التلف شيء ضروري لان احيانا يوم نشيك على الهواء اللي في الاطارات يمكن نرمي او ننسى نرجع غطاء الصمام لمكانه او عاده البعض يرميه بعيدا عن السياره كلها شفتي ترى ما كانت شفتها قاعده لان مركزه مع المشاهدين مخرجنا تبى تعرف شو الصمام هو انا ما اعرف اي واحد قصدهم <صفح> هو بالضبط هذا شفتي اي اوكي هذا هو صحيح <applause> شكرا مخرج الحين, الحين شيكي على السياره الحين والله بشيك اذا يمكن رميتها اكيد طبعا مشاهدين ايضا وجدت دراسه حديثه نشرتها سليب جورنال اليومين هذيل سليب جورنال وذاك اليوم شو كان <applause> اي واحد اللي ما يصحون ويك اب زين ان الافاقه من النوم في منتصف الليل تعادل تقريبا عدم النوم من الأساس وتنعكس آثار الاستيقاظ في منتصف الليل على القدرات الذهنية وتزداد الأخطاء اللي يقع فيها الإنسان وأيضا عرضت الدراسة بعض العوامل اللي تزيد احتمال الاستيقاظ في منتصف الليل مثل الكافيين اللي يستمر تأثيره في الجسم لمدة تتراوح بين خمسة وست ساعات وإذا تناولت أحد أيضا مشروبات الكافيين الساعة ثمانية مساء أو الذكريات أيضا حيث أن استعادة الذكريات القديمة في المساء وخاصة, <applause> <applause> وخاصة الأخطاء والسلبيات التي تمر بها واللي مر بها الإنسان تقلب عليه المواجع أحرص على أن تذهب إلى الفراش مبتسما وأيضا الفراش حيث أنه يكون يجب يكون مريح وما يصدر عنه أصوات عند تقلب الجسم أثناء النوم جميل أن الواحد يروح مبتسم لازم لما مسوي ضروسه ما يقدر <applause> لا ما حد بيشوفه هني <applause> السر <applause> <applause> لانه ما حد ما يشوفك في الليل وظلام لا ابتسم حقيقه هاي فيها فعلا مشكله في عمليه يمكن كثير ناس يعانون من الارق في عمليه صحيح. النوم ويستيقظون اكثر من مره بالليل خاصه الاضاءه بعد لها لها دور كبير في في هذا الموضوع وفي كثير عوامل لكن انك فعلا ما تسترجعين ذكريات سيئه وانك تنهي بجماليه يكون حلو انا فيني شغله اسويها بس اندر كنترول الى الان الحمد لله كنا عطاري الموضوع نتكلم مع استاذ سعيد عن الرقابه الذاتيه وتقدير نعم. الذات دوم اول ما خلاص احط راسي على المخده برقد خلني اقول لك اني اراجع شو سويت اليوم كله واو. وين غلطت وين سويت شيء انا فخوره فيه مثلا وين اعاتب نفسي لا غلط عندي هذه بس مش بشكل يعني يؤثر على نومتي لا لاني بعدين يعني أن ابدا اسمي واقرا قران 10 أو 12 لا اكثر قولي 12 مثلا وتراجعين اذكياء نسهر وتراجعين ذكرياتك من الساعه 12 ترقدين على الساعه 6 الصبح زين امور طيبه ذكريات <applause> طفوله هذه عبد الله مو بيوم يعطيك العافيه طبعا اكيد بعد رياضات الفنون القتاليه تحتاج لقوه وصبر صح انت عندك هذه الاشياء القتاليه والاكشن <applause> اكيد طبعا تبالها يبالها يقال للروح الرياضيه اي للصبر والتحمل صح طبعا معي نعم خلينا نشوف بس لابد ان تكون الروح القتاليه قبل ولكن ليس كالذي صار مع صاحب هذا المقطع نتابع عشان نفهم أكثر Mr. Obnoxious, Special Forces Navy SEAL Ranger here to show you a couple knife defenses. One in particular. Now, I'm just gonna go full speed on this. So pay attention and hope you learn something. Good. مثال يقال عن الهروب نص الشجاعة صح بعدين انا مو هذا اللي ضحكني او استغربت اللي استغربت انه هو نفسه هو هو مع نفسه لان نفس لا الشخص لا 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 هو مع واحد ثاني لا والله نفس الشخص هو بس هو نفسه اعتقد بس بس <توأم, توأم بس توأم بس هذا لا بس هذا الفيديو اعتقد نحن يمكن الفيديو هذا هو الخاص بشو تسوي اذا واجهت سلاح <توأم> 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 <توأم اذا وجهت سلاح الفيديو الثاني ذكرتيه اعتقد يمكن نشوفه الحين اذا هذا مشاهدين اللي شفناه اذا واحد ياكم معاه سلاح شو شو الامكانيه شو اللي بتسويه بالضبط هذا اللي قدمناه الحين ما قدم الفيديو اللي انت عنه القوه والصبر والروح يلا. الروح المعدنيه <تصفيق> <تصفيق>

تضحكني هذه الفيديو هاي يقول لك كنا خوز عني <applause> لا جد لأن <applause> عادي ممكن يكون ترى مشهد تمثيلي من الشباب مسوينه ايضا في ما ظنيت يعني. لأن آه. لانهم ويدربوني احس تهذيب النفس والروح الرياضيه واحترام اللعبه اللي انت قاعد تسويها ان كانت للرياضه او لترويض او تهذيب النفس يعني لازم يحترم هذا الشيء هو لا. اخذها شخصيه تحس هو مسكين جالس ينضرب يعني بخديجه بعد ريال بعد مسكين <applause> <زهوس تصفيق> هو صاير هناك ولابس جاهز هو بس اعتقد انه مشهد تمثيلي كان جميل ما ادري عبد الله انت تحب تصور حسب معلوماتي أكيد صح؟ نعم. في طرق معينه او شيء معين تستخدمه يوم تصور؟ في اشياء كثيره بس مثل اكثر شيء حاليا الجو برو يمكن لان دوما ثبت على الموتور سايكل ولا على هذه الاشياء كآله كجهاز, كجهاز كطريقه تسوي شيء معين؟ هو الاشياء احنا ميانين في هذه الامور تسويها يعني تبدع في هذا الشيء نعم لانه بعد في حد غيرك بيتعلم وبيكلمنا عن طرق جديده للتصوير بس شوي فيها خطر على المصور وعلى المتصورين

يعطيه <applause> العافيه اعطاهم منظر جمالي من السماء كل مره اعلق ما احب يعني مشاهد يتحراني فيلسوفه <applause> بس انه شو هذه الصوره اللي بالمقلوب كذي هو شفتي احنا عندنا هني كرين كامل كرين زي كامل يبنى من فوق وهذا فوق بعده مقلوب هو نفس الشيء ترى قلب هذا منظر 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 اذا اذا جبنا كامل وقلبناه مثلا نفس الشيء <applause> <applause> بنركب واحد عندنا هنا شباب يعطيهم العافيه اكيد مشاهدينا ناخذكم لقراءه سريعه لبعض عناوين ما طلعتنا به صحافتنا المحليه صدر اليوم الخميس نهايه هذا الاسبوع وفي وقالوا نهايه الاسبوع يبقى الحمد لله والشكر في عناوين الاتحاد نقرا مشاهدينا محطات الشبكه الوطنيه لرصد الزلازل أتابع للمركز الوطني للارصاد تسجل زلزال يضرب ايران ولا تاثير على الدوله في عناوين الخليج نقرا ثلاثة ملايين زائر لدبي في شهرين قضوا 5.5 مليون ليله فندقيه اي 87% متوسط الاشغال الفندقي في يناير وفبراير ما شاء الله. ما شاء الله. وفي عناوين الامارات اليوم نقرا طرق دبي ترصد مخالفات المواقف بذكاء اصطناعي، مركبه مزوده بمسح ذكي تضبط المركبات غير الملتزمه بتعرفه المواقف. وفي عناوين عفوا البيان نقرا اخلاء 730 طالبه من مدرسه في راس الخيمه بعد ورود بلاغ عن صدور روائح تنتج عن مكيفات التبريد مما ادى لبعض حالات الهلع لدى الطالبات والدفاع المدني يقول ان الجميع بخير ولا شيء يدعو للقلق مشاهدينا معنا اتصال هاتفي حيث ان تعتبر البشره جزء حيوي جدا في جسم الانسان والاعتناء بها من عدمه يلعب دور كبير في الاطلاله والجميع ايضا يرغب في الاطلاله الشبابيه والمشرقه والمشعه، فما هي احدث طرق العنايه بالبشره وما هي ايضا طرق تفتيح البشره الغامقه؟ الاجابه مع الدكتوره نانسي لبيب دكتوره جلديه واخصائيه تجميل وليزر، حياك الله دكتوره. اهلين اهلا بيك اهلا بيك عبد الله واهلا بالمشاهدين الله يحفظك واشكركم على الاستضافه الكريمه الله يسلمك يا رب وأهلًا طبعا خديجه اختي خديجه عندها اسئله عن البشره عدوى طبعا ان نحن النساء يعني <applause> حدث لا حرج دكتوره سبب تغيير لون البشره او الاصح في السؤال تتغير لون البشره منذ الولاده الى ما بعد ام حتى في حياتنا العمريه تتغير وليش؟ ايه طبعا لون البشره مع العوامل البيئيه مع تطور العمر مع استخدام الاشياء الخاطئه ممكن قوي لون البشره يتغير آه والتغير ده يا اما بقت البشره اغمق من لونها الطبيعي بمعنى اصح تصبغات البشره أيوة. او بقت افتح من لونها الطبيعي يعني بقى فيها بقع افتح من لونها الطبيعي آه فدا وارد طبعا التغير ليش ليش هنبدأ أه بأول حاجة لو قلنا تصبغات البشرة في عوامل كتيرة قوي بتأدي لتصبغات. هي مثلاً أقول لك أهمها العامل الوراثي يعني حتى تصبغ البشرة اكتشفنا اللي خلفية وراثية أو خلفية جينية. أه بالإضافة طبعاً للعامل الهرموني أه والسبب الرئيسي هو العامل البيئي. نعم. بمعنى ايه بمعنى مثلا التعرض للشمس من غير استخدام واقي شمس ده كتير بيأثر على لون البشره ويخلي يظهر فيها تصبغات او يظهر عليها نمش نعم. او كمان استخدام بعض المساحيق او الكيماويات على البشره اللي بتأدي لتغيير لونها ما ننساش كمان الناحيه الطبيه في بعض الامراض بتاعه البشره زي انواع من الاكزيما ممكن تؤدي لظهور تصبغات او مواضع غامقه على البشره طيب طب دكتوره تخبرينا شو هي اخر التقنيات اللي تفتيح البشره المستخدمه عندكم بس يا عبد الله انا حابه اوضح حاجه فبلي. كلمه تفتيح دي احنا مش بنفضلها كاطباء جلديين جميل. بمعنى ايه بمعنى احنا لا لا نفتح البشره عن لونها الطبيعي ده شيء لا ينصح به طبيا نعم. لكن لو نقصد بالتفتيح ان في تصبغات او اللي بنسميها كلف او ملازمه على البشره فطبعا دلوقتي بقى في تقنيات كثيره متواجده لعلاج المساله دي نعم. بس طبعا احنا كاطباء لازم الاول نبحث عن السبب لاننا لو معالجناش السبب ما عالجناش السبب مهما عملنا بالتقنيات الحديثه مش هنوصل للنتيجه المرجوه. هيتكرر عافية. نفس المشكله لو ما عالجناش السبب. بدا. غير ان هي تتكرر ان هي مش هننجح في علاجها يعني طول ما السبب موجود العرض موجود. صحيح. نعم. طيب دكتورة عفوا عن المقاطعة ولكن من الأمور بعد اللي رفضتي كلمة تفتيح ولكن خلنا نقول أنها تسوي بالانس أو اتزان في لون البشرة موضوع تقشير البشرة فشو تستخدمون من منتجات لتقشير البشرة بشكل عام تختلف من منطقة لأخرى بعد سؤال يعني جائز طبعا طبعا شو هي خزيجة بالرغم ان في تقدمات كثيرة أو في عالم التجميل وتفتيح البشره او علاج البشره خلينا نقول بصوره ادق نعم. من ليزرات للبلازما لو سمعتوا عن البلازما او حقن الميزوثيرابي او غيره ظلت دلوقتي تأشير البشرة من أهم الوسائل أو التقنيات التجميلية والعلاجية اللي ما زلنا بنعتبرها من أحسن الوسائل نعم. آه، علشان أولا هي بسيطة كتير ما بتحتاجش مجهود آه، فيها فاريشن كبيرة أو بتختلف من كل على حسب العمر وعلى حسب نوع البشرة وعلى حسب المكان زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي نعم آه، والتأشيرات دي مش مادة واحدة هي مواد متعددة أه مثلا في تأشير كيمائي في تأشير بالأجهزة أه حتى التأشير الكيميائي في منه أنواع عديدة قوي قوي <سؤال> <تسجيل> <أه> مثلا من ابسط الحاجات اللي بنستخدمها لكثير من الاغراض وفي مواضع مختلفه سواء في الوجه سواء في الجسم زي التقشير اللي بنسميه تراي اسيليك اسيد او اللي هو معروف مثلا في الماركت باسمه كوزموبيل من الحاجات الكتير كويسه قوي وكتير من الاطباء الجلديه بيبقوا مطمنين انه بيشتغلوا بيه لانه كمان بيناسب بشرتنا العربيه او البشره اللي فيها نوع من الغمقان. نعم. والميزه اللي فيه انه بيجي بتركيزات مختلفه بتبدا من 12% في 15% في 20% في اعلى من كده كمان وبيبقي استخدامه وتركيزه على حسب الغرض نمره واحد على حسب الفئه العمريه نمره اثنين على حسب نوع الجلد انا لازم اجي اجربه <تصفيق> <تصفيق> لازم اجي <applause> اجربه لأ عندكم العافيه <applause> اكيد دكتوره نانسي ناخذ يمكن سؤال سريع بما اننا نحن مقدمين على شهر رمضان وعمليه يمكن <applause> الصيام تمتنع شوي زياده عن الماء وفي ناس يكون عندها مشكله مع هذا الامر فمع قدوم شهر رمضان الكريم هل من تاثير الصيام على بشره الانسان في موضوع الصيام واحنا علي ابواب رمضان كل عام وكلكم بخير انا من الناس اللي بشوف ان الصيام ده ايجابي لا. لبشرتنا مش سلبي حابه اوضح النقطه دي كلنا في فتره الصيام بنبدا مثلا التعرض للشمس او المروح للبيتشز والكلام ده بتبقى اقل وده في حد ذاته شيء كويس كتير من السيدات بيتجنبوا وضع مساحيق التجميل على وشهم في فتره الصيام وده برضو شيء ايجابي بالنسبه جميل. للبشره الحاله الثالثه ما كمان الناحيه النفسيه وده شعر العباده والتقرب الى الله فبيحسن كتير من حالتنا النفسيه <applause> فده كمان <بيريفليكت> على وشنا <تصفيق> <تصفيق> فده كمان بيعتبر عامل ايجابي لكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت النقطة السلبية في موضوع الصيام هو الديهايدريشن أو صحيح. العطش أو ما فيش مية بنسبة كافية للبشرة لساعات طويلة قوي يوي دي نعم. العامل الوحيد اللي بنعتبره بيأثر سلبيا على البشرة يعطيك الف عافيه دكتوره نحن نتمنى تكونين معنا في استديوهات الظفره عشان احب, أحب البادي لانجوج انا يوم نتكلم عن البشره <applause> فلازم اشوفك عشان أن نفهم على بعض اكثر إن أيه شاء, شاء الله طبعا ان شاء الله افضل ابقى طبعا معكم <applause> في الاستديو يسعدنا بس ان شاء الله في فرصه ثانيه إن, إن, ان شاء الله, الله. ان شاء الله الف كل عافيه شكرا لك اذا دكتوره شكراً نانسي حبيبه قلبي شكرا كل الشكر مره اخرى للدكتوره نانسي لبيب دكتوره جلديه واخصائيه تجميل وليزر اما الان راح نروح لفاصل قصير وراجعين للاسنان عوده إذا عدنا مشاهدينا وفي أسرة ومجتمع اليوم بنتكلم عن الأسنان، يسعى الجميع اليوم للحصول على أسنان بيضاء ناصعة تحت مسميات عديدة ومختلفة. المشكلة أن عن قصد أو جهل الشخص هذا لا يحسب من يريد الحصول على الابتسامة الجميلة على تأثيرات هذه الابتسامة على السن نفسه فماذا يجب أن يراعي للحصول على أسنان بيضاء جميلة صحية أسئلة كثيرة تطرح نفسها اليوم بس نحن في الظفرة سنجيب عليها مع الدكتور ثامر ذيب أخصائي تجميل الأسنان مساء البياض مساء الورد نور نور الله يحفظك دكتور ثامر اكيد يمكن المقدم نتكلم عنه فعلا اليوم كثير من الناس يسعون انهم يحصلون على ابتسامه جميله وبالتالي الابتسامه تنعكس جماليتها على شكل الاسنان بشكل او باخر فهل هذه هي عناوين تسويقيه فقط او هل هناك فعلا ابتسامه جميله وتعتمد على جماليه الاسنان هلا أه او شيء سعد مساك وشكرا استضافه الله يحفظك يا رب أه للاسف انه الموضوع اخذ منحى تجاري صحيح هلا للاسف الناس بتنسى انه هي لما تروح تجمل اسنانها هي عم بتاثر على صحتها صحيح فعم ياخذوا المنظور فقط الجمالي وعم ينسوا الموضوع الصحي وللاسف بعض الاطباء او <applause> بعض المراكز الطبيه عم بتسوق فقط للمفهوم التجميلي نعم وبينسوا انه احنا انت قبل ما تشتغل بالاسنان انت طبيب اسنان انت طبيب قبل صحيح. ان تكون والله اخصائي تجميل او بدك تشتغل بالتجميل فللأسف انا دائما بنصح الناس تذكر انه هذه الاجراءات ما فيها رجعه لورا نعم. يعني متى ما انت عدلت في اسنانك او حضرت اسنانك راحت عليك راحت صحيح اوكي؟ فضروري انه انا اختار الحاله المناسبه العلاج المناسب قبل ما والله افكر بانه تجميل الاسنان وانه اشتغل على ابتسامه جميلة جميل. يس يعني دكتور نفس ما قلت الاسنان هي صحه الانسان فيجب علينا التركيز نحن مش بس على الاسنان نحن نتكلم عن كلى عن مفاصل 100 عن قلب 100 يعني 100 كل شيء داخل هو بوابة الجسم بالضبط 100% الجسم في المية. طيب قلت ان مسؤوليه الطبيب وعليه هذا الطبيب ان يتذكر انه هو طبيب مسؤول قبل ما يكون دكتور تجميل 100 يعني الافكار المغلوطه الموجوده في هذا الموضوع 90% يمكن هي مسؤوليه الدكتور او هذا الطبيب لان نحن كزبائن اسنان اذا اذا صح التعبير ما عندنا هذه المعلومات الكافيه هلا <applause> <applause> للاسف او او هو هو وضرنا بنفس الوقت الاعلام <applause> والميديا والسوشيال ميديا ووسائل التواصل كل شيء عم بركز على جماليه الابتسامه <applause> هلا صار مصدر اهتمام يعني مهم جدا للناس انه والله يعني بياثر على ثقته بنفسه على شخصيته انه يكون صحيح. عنده ابتسامه جذابه هلا اول شيء للاسف بنشوف المسميات في الـ في الـ في الدعايات في المجلات في التلفزيون والله ابتسامه النجوم ابتسامه المشاهير <applause> ابتسامه آه، تامر ابتسامة اسامه آه، فينير آه، ابصر شو يعني كل يوم عم نشوف اسم صحيح على اول مسج بدي اوصلها لكل الناس كل هذه المسميات نفس الشيء نعم واحدة يعني ممكن انت تروح على عياده ويقول لك والله أنا دكتور تامر بدي اعمل لك فينيرز الفينيرز مثلا سعره آه، اكس يلد. دولار نعم. مثلا نعم. تمام بس في عندي تامر فينيرز اوكي هذا سعره 200 دولار دكتور ايش بيفرق هذا عن هذا؟ هذا والله هذا اجمل هو نفس العلاج لو اخذت هذا او اخذت هذا نفس العلاج فالان هلا عم بشوف اليوم انا يعني بزياره لدبي والله اكس سمايل آه يعني زي مسميات مسميات كله نفس العلاج فاول مسج او اول معلومه مغلوطه بدنا نصححها ما تمشي ورا هاي المسميات نعم مغناطيسي تسويقي فعلا <تصفيق> يعني لعبه يعني لعبه سوق والله <applause> دي سمايل <applause> ديزاينرز <applause> دي سمايل, <applause> دي سمايل <تصفيق> نيويورك سمايل <applause> آه قلت لهم انا انا في عندي تامر <applause> سمايل انا اذا رحت ابا خديجه سمايل بسوي لك واحده بسوي لك واحده طيب هي نفس نفس الشيء اكيد طب دكتور تامر يمكن الاليات يمكن تختلف في البعض يستخدم الليزر او اللي هي اشعه يستخدمون على اساس تبييض الاسنان وفي ايضا عمليه في ناس يحتاج يقول لك لا اسنانك انت ما تبيض الا لو بردت جزء من من الاسنان وبالتالي في اليات مختلفه ونحن نعرف انه يوم تحط ليزر مثلا الجلسه الثانيه الثالثه يبدا في عندك الام طب نتاج هذه الالام وهل هذا شيء صحي او مضر وايضا اذا اضطر واحد انه يبيض فعلا ممكن ان البرد ممكن انه يغير لون السن هلا انا دائما بنصح الناس انه دائما ابدا بالعلاجات السهله نعم يعني انا عندي هدف والله ابيض اسناني مهم. ما بروح بقفز مباشره لا القشور التجميليه او مم. البنيرز او عدسات الاسنان ببدا بالتبييض التبييض هو علاج ريفرسبل يعني مم. ما عجبني ممكن ما أخسر شيء هلا دائما تذكر قبل ما تروح للعلاجات اللي هي الريفرسبل يعني انا اذا بدي اركب قشور تجميليه او عدسات ما في رجعه للوراء هلا هذه العلاجات سهله بس مشكله هذه العلاجات انها تحتاج دقه يعني طبيب الاسنان مش لازم يبرد أكثر من نص ملي ل 0.7 ملم من سطح السن. هلا المريض دي يعرف أنا متى ما بردت الأسنان ما في رجع لها ما بترد صحيح و إذا الطبيب غير متقن لهذا العمل يعني هو برد أو حفر الأسنان أكثر من الكمية المطلوبة هم بتبدأ المشاكل، حساسية الأسنان، إنه هذه القشور تتساقط، قابليتها للكسر أكثر، فضروري إنه أنا أقيم هل أنا فعلاً بحاجة لهذا العلاج وإذا أنا بحاجته أنا أبدأ بالتدرج يعني أبدأ بالعلاجات السهلة لما أي أس ممكن أنتقل للعلاجات اللي هي ما فيها رجع على الخلف نعم زين إيش دراني إن صفر فاصل خمسة أو صفر فاصل سبعة حتى لو قال لي هو الدكتور يعني أنا هلا إحنا كيف رح الآن أعرف؟ دائما بننصح الـ الـ الناس بجوز بعض الاطباء يتضايقوا بس احنا بننصح دائما بالتوجه لاطباء الاختصاص يعني الان بطل والله انه طبيب الاسنان السوبر او طبيب الاسنان اللي بيشتغل كل شيء صحيح الان آه في طبيب اسنان مختص بالعصب، طبيب اسنان مختص بالتقويم نعم هلا في طبيب اسنان مختص بالتركيبات نعم. السنيه والتجميل. او اخصائي نعم. التركيبات هلا أه معرفتي انه هذا الطبيب مختص بيعطيني يعني انديكيشن او مؤشر انه هو متمكن من هذا الشيء، نعم. اثنين دائما اسال يعني للاسف نعم. احنّا بنشوف الصور مثلاً على وسائل التواصل أو على في المجلات وبننبسط أو للأسف ننخدع لأنه نعم. هذه الصور يعني كل طبيب وأنا أنا منهم يعني لا أزكي نفسي أنا من كل مثلاً 20 حالة احنّا بننشر حالة واحدة اللي احنّا بنكون نعم. مبسوطين فيها مبسوطين فيه. <applause> صدقاً <applause> اثنين هذه النتائج احنّا عم نشوفها بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع طب هذا الإنسان ايش وضعه بعد خمس سنين أو بعد آه ست سنين هل عنده مشاكل في اللثه، عنده حساسيه بالاسنان، عنده اطباق جيد؟ اكيد فكل هذه الامور في في معايير، يمكن احنا نشوف بعض الصور من اه يعني مثلا يعني للاسف انا دائما بحب هذه الصوره لانه اذا بتلاحظ الاسنان العلويه هي لشخص عمل قشور نعم بس لانها سيئه، سميكه، لونها سيء، ما في تناسق، بينما عند استبدال هذه القشور اللي هي بالصوره العلويه بقشور ناعمه رقيقه بتحاكي الطبيعه انا باستطاعتي أن اقدم ابتسامه اجمل، يعني العلاج في الحالتين هو قشور وفعليا اللي فوق احس الضروس محددة كأنه واحد ملصق له استيكرات 100% للأسف بان شطاره الدكتور فعلا مية انك انت تكون مسوي مضبط بس ما حد يقدر يدري مية يعني عفوا هذا النفس اللي فوق كأنه سيراميك يعني حتى هذه الصوره حتى هذه الصوره، الصوره يعني العلويه هو لشخص قام بعمل اسنانه شوف للاسف بعد مثلا شوف سنتين شوف البرد شقد. آه شوف قديش بارد الاسنان إيه. كل ما يبرد الاسنان زياده كميه تساقط الاسنان بتزيد اثنين ما انتبه لجماليات اللثه يعني دائما بنصح الكل قبل ما تفكر بجمال الاسنان فكر بجمال اللثه والوجه أوكي. يمكن كنت بسألك دكتور تامر عن هذا الموضوع انت قلت بس بعقب على كلامه قلت اطباء الاختصاص ساضيف بين قوسين اطباء الضمير yes. لانه يعني صدقل. العين الاولى والاخيره انا ما عندي هذه الخبره طيب على جمال اللثه وجمال الوجه وسمات الوجه بشكل عام شو مقاييسك انت كدكتور تجميلي اذا جيتك انا مثلا ابى اسوي اسناني تعتمد على ماذا كمقاييس الجمال هلا بشكل عام دائما بقولهم جزء الشباب حطوا لنا صور جدا رائعه انه دائما ابدا بجمال اللثه هي الاساس لازم الانسان لما يبتسم مثل بتكلم مثلا هذه او الصوره اللي قبلها لازم يكون في تناغم بين حجم الاسنان وبزوغ السن من اللثه والمظهر العام للوجه فاول شيء بفكر فيه تجميل اللثه اثنين نيجي لشكل الاسنان اهم شيء بهمنا دائما احنا انه نحصل على اسنان طويله خاصه في الاسنان الاماميه الارنبه هذه لا هي مش ارنبه لا, <applause> لا. <applause> عاد يسموها في السوق <applause> يعني دائما دائما الاسنان الطويله تعطي عمر اصغر اوكي فدائما هدف عند طبيب التجميل انه يعطي اسنان اطول نعم ما شاء الله ما شاء الله يعطي اسنان اطول لان هذا بيعطي دائما عمر اصغر اثنين في شغله كثير مهمه الناس الان عم بتحب الأستان كله صف واحد وهم حلو هذا اللي سموها ابتسامه هوليوود شكلها غلط صح سام. مش حلوه احنا بنسميها بيانو كيز يعني آه. كله نفس مطبط. الطول باردينا هذه وهذا غلط لانه اول شيء بيعطيك منظر او عمر اكبر اوكي آه ما فيك. بيعطيك فيك تمام اذا انت حاب تاخذ ابتسامه يانج وابتسامه يعني فيها شبوبيه لازم يكون في فرق بين اطوال الاسنان شكل الاسنان طبيعي 100% يعني بالضبط انا اذا بدي احصل جمال بدي احاكي الطبيعه صحيح اذا انا مثلا في كثير ناس ما بيحبوا يكون في فراغات بين الاسنان او يعني رسمه السن يكون كانها مسكره هذا غلط برضه بكبرك في العمر صحيح افتح الفراغات بين الاسنان حيعطيك ابتسامه اجمل حتى صحيا عمليه التنظيف اذا بالمية. ما في فراغات كيف مية بنظف 100% لون الاسنان هلا عن الاسف انا عم بشوف يعني تشوه في الذوق العام يعني تلقى كل الناس عم تمشي وعم, تمشي وعم تضوي يا سلام ليزر ما شاء الله والله العظيم يعني Wolverine. طب يا اخي خليك سبيشال خليك انت مميز يخافون من الظلام انه ما حد يحصلهم فلو ظلمت يقول لفلان يبطل يشوفه يعني بدك تكون انت مميز بالعكس انا بحكي للكل الان بيجي بقول له يا اخي انت خليك مميز الناس كلها عم تعمل ابيض انت أبيض اعمل ابيض طبيعي اعمل ابيض جميل بحيث لما تبتسم ابتسامتك حلوه بس تكون ما بتاثر على عيون الشخص, الشخص المقابل لا ايه ياخذ ايه مخالفه يعني <applause> هذا يسوي <يسأل> مخالفات مروريه <تصفيق> <تصفيق> طيب دكتور يعني انت ذكرت في موادنا في مواد تجميليه للاسنان نعم اهم المواد اللي هي ممكن الواحد يحذر منها والمواد اللي فعلا يجد انها تقدر برضو هذه معلومه مهمه وللاسف فيها غلط يعني لغط كثير انه بتلقى الناس والله عارفه مثلا سامعه بالزيركون <applause> او سامعه بالايماكس <applause> أو, <سامعة بالـ> أو, <applause> او سامعه باسماء معينه للمواد وبيجي للطبيب يقول دكتور انا والله ابغى زيركون تمام ليش انا والله سمعت افضل شيء لا يوجد شيء في طب الاسنان اسمه افضل شيء يعني انت شو حاجتك بالضبط طبيعه نعم. الحاله هي اللي بتحكم صحيح. يعني الزيركون مثلا هو هو افضل شيء في بعض م. الحالات وأسوأ شيء في حالات اخرى نعم. تمام وللاسف انا الان يعني عم بشوف ناس عم بتركب عدسات للاسنان او قشور من الزيركون هذه يعني شيء ابدا يعني غير محبب وغير مرغوب فيه ليش دكتور؟ لانه قوه التصاقها بالاسنان غير كافيه فكثير ناس والله انا سامع انه الزيركون افضل شيء صفى بدي قشور او عدسات من الزيركون وهذا غير صحيح أكيد. بتاتا فللاسف بعض الاطباء عم بلاحوا رغبات المرضى لاهداف يعني تجاريه فقط انا والله بدي امشي ورا رغبه المريض او صحيح. هو انت جاي عند طبيب يعني يفترض الطبيب هو اللي يوجه الذهنيه 100% نعم وهو يقدم النصيحه يعني أكيد. شخص يذهب للنصيحه قبل ما انه يذهب مم. لعمليه الناهي طيب دكتور تكلمت الحين مفرد لفت نظري تجاريه نعم هذا الدكتور اللي وايد صار صار اهتمامه تجاري ومادي الموضوع المادي في تركيب الاسنان على اختلاف نوعها وحاجه المريض الى آخره في ستاندرد معين لان كل حد بعد لاحظنا يقول شيء معين يوصف هذه المادة بشيء معين فيؤدي إلى غلاءها في ستاندرد معين نوعي آه فيه المشاهدين هذه رسالة كثير مهمة يعني رجاء يعني أنا في بشتغل في أكثر من دولة بعض الدول مثلا عندها مرجعيات هي تحدد الأسعار مثلا نفترض في بعض الدول ما في تسعيرة معينة يعني ما في أفرج أو سقف, أو أو سقف هاي ممتاز هاي هاي أنا هون بتوجه لمعدل الأسعار يعني مثلا بروح لأفخم العيادات والفانس كلينك بشوف شو الاسعار نعم وبروح للعيادات العاديه مثلا بشوف ايش الاسعار نعم خذ الافرج ما قل عن ذلك غلط وما زاد عن ذلك لا يعني انه افضل نعم, نعم. يعني نعم. الاسعار المبالغ فيها اعرف دائما انه هناك Something something to work. To work. <تصفيق> <تصفيق> يعني شيء يعني نحن حتى الشخص العادي بحاجه لانه يقوم بعمليه دراسه خفيفه لحالته هو نفسه لي لي الشخصيه وايضا دراسه يعني يتنسوه. عم بنشوف عم نسمع باسعار يعني مبالغ فيها فقط لانه والله اسمها مشهور <applause> او كذا. وابني اسعار صدقا يعني انا, أنا في ناس بيجوا لي والله الدكتور انا عملت هذا وكلفني هذا المبلغ. بقول له ما اخي مستحيل يعني انت احنا بنعرف الكلف، نعرف الكذا، اذا الطبيب بحاجه انه يقدم خدمه مميزه بحاجه انه والله مينيمم او حد ادنى هذا السعر نعم فما زاد نعم عن الافرج نعم هو ليس مميز وما قل عن الافرج اعرف انه في شي شيء غلط طب الان يمكن نص البشر حطوا البنير هذا حطتي شيء انا هي حاطه بس حاطه الطبيعي دكتور اذا ملاحظ حاطه لون طبيعي ما شاء الله. طيب هذا طيب أه تسلم الله يخليك <applause> لا كان نيون بس نحن عدلناه <applause> 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 فالرساله اللي وصلها يمكن لكل من عالج اسنانه او استخدم الفينير هل هذا الفينير في فتره معينه لابد أنها يتم معالجته من طبيب اسنان او هل يتم ازالته واعاده وضعه مره ثانيه ولا شو اللي يصير وياهم؟ هلا بشكل عام اي علاج ناجح في طب الاسنان يعني مثلا ابتداء من الحشوه او تلبيسه السن او كذا يجب ان تدوم عشر سنين وفوق نعم فاحنا يعني اذا الشخص بيهتم باسنانه وبنظافه تمه ومراجعه طبيب الاسنان هذه القشور او العدسات ممكن تقعد عشرين سنه واكثر ما ماشر. في اي مشكله جميل بس متى ما كان في مشاكل لا ممكن استبدال هذه القشور يعني نحن نلخص الكلام اللي قلته دكتور ومشكور عليه الجمال بلا مخ بشاعه مية يعني اركض ورا الجمال انا ما اعرف ما عندي اي ثقافه او وعي ان كان على الاسعار ان كان على النوع ان كان على الاثار ان كان على البرد يعني حتى على الاسنان عفوا <applause> الاساسيه فهي بشاعه لانه يعني ما حد للأسف يحب انه للاسف انا يعني بز كثير ناس تحقد علي <ترجمة> احنا الان يعني الـ 70 بالمئة من شغلنا هو إعادة شغل ترميم ترميم حاضر يعطيكم العافية شكراً شكرا شكراً لك شكراً تواجدك نتمنى <ترجمة> لك إن شاء الله أكيد تشرفت فيك إقامة سعيدة في الإمارات <applause> أسنانك؟ اسأل الطبيعي. باب النوم مخلوع ما حد ما حد أنا <تصفيق> <تصفيق> سعيد بابتسامة <باختصفيق. تصفيق> الحمد لله نفسي خلاص في رضا في رضا نفسي هذا هو أهم شيء احنا الرجال عندنا يا عمي روح خلني اختم مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه اكيد شكرا اولا للدكتور اكيد نشكر الدكتور ثامر ذيب اخصائي تجميل الاسنان وانا لازم اختم عشان اخلص من عبد الله وكلامه ففي امان الرحمن الى يوم الاحد على خير اكيد مره ثانيه اكرر الشكر للدكتور ثامر ذيب اخصائي تجميل الاسنان تواجد معنا في هذه الحلقه المميزه شكرا لكم مشاهدينا نشوفكم الاسبوع القادم